قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المجتمع الكافر مستكبرون متسلطون وأتباع مستضعفون. وكما أشرنا في حلقة سابقة أن الكفر والكفار يكذبون القرآن. الكفر ستر نعمة الله وترك طاعته، فالكفار يكذبون القرآن قولا أو عملا، إما بأقوالهم ينكرونه، يقولون هذا من صنع محمد، يقولون هذا أساطير الأولين إلى آخره، أو بعملهم يقولون هذا قرآن ويحبونه ويقبلونه وروح النفذ الله والنبي إلى آخره، ولكنهم لا يمتثلون أمر الله في القرآن، بل يطيعون غير الله ويطلبون من الناس أن يطيعوا غير الله. لماذا يأمرونهم أن يطيعوا غير الله؟ ولماذا لا يريد المستكبرون أن يطيع الناس غير الله؟ لأنهم إذا أطاعوا الله تركوا طاعتهم، وهم يريدون أن يتمتعوا بطاعتهم ويستغلوا أشخاصهم وأموالهم وأعراضهم، فإذا أطاعوا الله انقطع عنهم ذلك، ولذلك يحثونهم ويحضونهم على طاعة غير الله، فيعتبرون كفارا يطلبون من الله أن يشركوا به غيره، أن يطيعوا المستكبرين ويتركوا طاعة الله. يبين الله تبارك وتعالى لنا ذلك في هذه الآيات، حيث يقول الله تعالى: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، يعني بالتوراة الإنجيل قبله، ولو ترى إذ الظالمون، الظالمون في لغة القرآن المشركون، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، أطواق الحديد، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وقال الذين كفروا للناس وللدعاة وللرسل عندما يأتون، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، يعني ولا بالتوراة ولا بالإنجيل. معنى هذا إن كنتم تذكرون معنا أن هناك أناسا يدعون أو يدعون إلى العلمانية، لا العلمانية، لا العلم، لا العلمانية، أي لا دينية. من الذي اخترع اللادينية وما المقصود بها؟ اليهود أيها الإخوة كانوا في أوروبا وفي العالم النصراني كانوا مستضعفين، اليهود كانوا مستضعفين، ولذلك أذلاء، ولهذا ربنا تبارك وتعالى عندما أمر الناس أن لا يطيعوا إلا الله ولا يعبدوا إلا الله، عندما أمرهم بذلك إنما أراد منهم أن يتحرروا من العبودية لغير الله. فالنصارى في المواطن الأوروبية عندما كانوا يعتقدون أن الذي قتل ربهم المسيح هم اليهود، فكان اليهود عندهم أعداء وأذلاء. كيف دخل اليهود العالم وضللوه؟ كانوا يقولون إن سبب المشاكل هو الدين بين الناس، ويطلبون من الناس أن يكونوا علمانيين أي لا دينيين،
معنى لا دينيين أي لا يؤمنون أو لا يعني يطيعون لا دين الإسلامي ولا دين النصراني ولا دين اليهودي ولا دين، ما في أديان. باسم العلمانية، وانتشرت العلمانية في أوروبا وضاع النصارى عن دينهم، تركوا دينهم، فأصبح اليهود عزة. ما عاد اليهود قتلة المسيح، تركوا المسيح وتركوا غيره، ولو كان تركوه يعني جزئيا، إنما ما عاد في لهم دين. وهنا وجدت العلمانية، ولم ينتبه النصارى والمسيحيون في أوروبا وفي العالم أن هؤلاء اليهود الذين قالوا للناس اتركوا دينكم من أجل أن ينتشر السلام في الأرض، هم أسسوا دولة يهودية في فلسطين، كما أشرت إلى ذلك في حلقة سابقة في أيام سابقة. أسسوا دولة يهودية ومنعوا الناس أن يدعوا إلى أي دين سماوي أو أن يخضعوا لأي دين سماوي. عندما يتمسك الإنسان بدينه يقول له أنت عنصري، أنت ديني، أنت كذا، علماني. فالعلمانيون يعني لا دين لهم، لا يدينوا بالإسلام ولا باليهودية ولا بالنصرانية. طيب بماذا يدينون؟ ما في إنسان ما له دين. يدينون بالأفكار التي يدسها فيهم اليهود، يدينون بدين الشيطان، هؤلاء هم العلمانيون. فليفهموا أنفسهم وليستعملوا عقولهم إن كانوا يفهمون، أما إن كانوا كالأنعام بل هم أضل، ما في، لا تعتب عليهم إذا صاروا عبيدا أو حميرا لليهود. إذن اليهود نشروا العلمانية في العالم من أجل أن يبتعد الناس عن دينهم، وهم تمسكوا في دينهم وأنشأوا دولة يهودية. ربنا تبارك وتعالى يقول: ولو ترى إذ الظالمين موقوفون عند ربهم. الظالمين أي المشركين الذين أطاعوا غير الله وتركوا غير أطاعة الله في الدين الحق، موقوفون عند ربهم في الحساب، يدخلوا النار، ويرجع بعضهم إلى بعض للقول، هذا يدفع التهمة عن نفسه وهذا يدفع التهمة عن نفسه. لولا أنتم المستضعفين الأتباع يقولون للمستكبرين الزعماء: لولا أنتم لكنا مؤمنين، كنا آمنا بالله والرسول وأطعنا الله ودخلنا الجنة، أنتم الذين تسببتم لنا في ذلك. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى؟ نحن منعناكم أنكم لا تطيعوا الله والرسول؟ لا، ما منعناكم، بل كنتم بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. أنتم تحققت مصالحكم معنا عندما عملنا انقلاب ضد الإسلام أو ضد الدعاة أو ضد الكذا، ودفعنا لكم الأموال، أنتم ركضتم من أجل المال لا من أجل طاعتنا، فأطعتمونا بأنكم أنتم مجرمون، لا تريدون الحق بل تريدون أن تأخذوا هذه الأشياء في الدنيا بغير سبيل حق، ولذلك أطعتمونا. فيرد عليهم المستضعفون ويقولون: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. كنتم تمكرون أنتم، لا تتركون الأمور تسير على حالها بشكل طبيعي، بل كنتم تمكرون بنا مكرا، إرهاصات وتوجيه نفسي وإفتان بالملذات والشهوات وبالمال وإغراءات وإرهاب في أمن، اللي ما بطيع سلطاننا المباشر، سلطان بطيخ مبسمر إلى آخره، الذي لا يطيعه الأمن بيستخو جلده. هذا الإرهاب، هذه الأمور كلها دفعتنا لأن نظل ونتبعكم في الضلال ونجعلكم آلهة مع الله تبارك وتعالى. بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله، يعني نترك طاعة الله، نجحد نعمه وهو المنعم، ونجعل له أندادا، نطيع غير الله، أنتم أو أزنابكم أو كذا في غير طاعة الله. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، كلا الفريقين الزعماء والمستضعفين أسروا الندامة في قلوبهم، تحرقت قلوبهم من الندم والأسى، ولكن هؤلاء ما عاد ينفعهم شيء. الندامة في الدنيا تدفعهم إلى الرجوع إلى الحق، ولكنهم لم يرجعوا إلى الحق في الدنيا، فالندامة في الآخرة وأسفهم وتحسرهم ليس إلا نوع من العذاب النفسي يعذبهم الله فيه
زيادة على عذابهم في إحراق جهنم، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وجعلنا الأغلال يوضع في أعناقهم أطواق حديدية مثل الأطواق التي توضع في أعناق الكلاب، ويجرون إلى جهنم. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، أطواق الحديد، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ هذا عملهم في الدنيا، وسيجزون على قدر عملهم. الأتباع يجزون خالدين في جهنم على قدر عملهم، والسادة والمضللون يجعل لهم عذابا ضعفا، لأنهم كفروا ولأنهم ضللوا غيرهم، ودفعوه إلى الكفر بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، أو بإغراء أو بإرهاب أو بأي نوع من أنواع المكر. فلينتبه الإنسان إن كان عاقلا، رب العزة لن يدع لنا في هذا القرآن تنبيها إلا نبهنا، أعطانا العقل ولم يتركنا فقط في العقل نميز، بل نبهنا ووضح لنا الصورة، وضحها لنا نقرأها ونراها بأعيننا في الكون، حتى نترك الباطل ونستجيب للحق. ما هو الباطل؟ التبعية والعبودية لغير الله. ما هو الحق؟ التحرر من العبودية لغير الله وطاعة الله سبحانه وتعالى فيما أمر، لأنه أدرى بمصالحنا من أنفسنا، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.